طبعا ننتقل معكم لتقارير فعاليات. وصادفت أمس الذكرى 17 لرحيل المشير الركن حابس رفيفان المجالي، أحد الرجالات الذين تبوأوا مسؤوليات عسكرية كبيرة. وبمناسبة هذه الذكرى أقيمت فعاليات إحياء لذكرى المشير الركن في متحف الذي يحمل اسمه بحضور شخصيات عسكرية ووطنية. تفاصيل أكثر نتابعها بتقرير زميلنا علي خلف. إحياء للذكرى 17 على رحيل المشير حابس المجالي، أقامت أمانة عمان الكبرى احتفالاً في متحف المشير حابس المجالي بمشاركة مؤسسات مدنية وهيئات شبابية وطلبة جامعات. يعني فعالية أمنا عمان اليوم تجسد معنى البطولات والتاريخ والشخصيات الأردنية التي سطرت معاني التاريخ والبطولة، شخصية مثل شخصية حابس المشير حابس المجالي رحمه الله. حقيقة هاي يعني بنقدر نعملها أمثلة ومساطر للشباب والجيل القادم، ترفع معنوية الشباب وتسدد خطى الشباب. وتخلل الحفل الذي شارك فيه عدد من طلبة الجامعات ومؤسسات مدنية تقديم وصلات غنائية لفنانين أردنيين، بالإضافة إلى كلمات ألقاها عدد من مديري المؤسسات المدنية. طبعا نحيي اليوم احنا في متحف المشير حابس المجالي، هذا المتحف الذي انشئ في 2014 وافتتح في 10/6/2014 في عيد الجيش والثورة العربية الكبرى. نحيي ذكرى رحيل المشير حابس المجالي الذي اعطى الوطن فارس، الوطن فارس الهاشميين، فارس فلسطين، ابو الشومات، له الاسماء الكثيرة التي نتغنى بها كشباب اردني وكاردنيين. لذلك ارتكزنا في هذا الحفل على المشاركة الشبابية، لان الشباب هم جنود الوطن في كافة المجالات، نحن جنود في جميع مؤسساتنا الوطنية سواء كانت عسكرية أو مدنية، ونحتفي في هذا اليوم مع هذا الحفل الكريم ووجود تغطيتكم الإعلامية اللي دائما نشكركم عليها لتواصلكم معنا في المتحف، لاستذكار روح الوطن وروح الانتماء والولاء لهذا الوطن ولقيادته الهاشمية المفدية. نعتز بهاي الذكرى السنوية، الذكرى 17 لرحيل الشهيد البطل المشير حابس المجالي اللي قدم الشيء الكثير لبلدنا واللي قدم أروع التضحيات أثناء وجوده في قيادة الجيش العربي المصطفوي. موجودين اليوم من خلال مشاركة مجموعة من الشباب اللي موجودين من أكثر من محافظة حتى يطلعوا على البطولات وحتى يقرأوا تاريخ هذا البطل اللي قدم الشيء الكثير لبلدنا، وأيضا هذا البطل اللي أطلق كلمته المعروفة نموت جميعا وتحيا الأردن. ويأتي حفل إحياء ذكرى رحيل المشير حابس المجالي ضمن فعاليات أمنا عمان التي انطلقت في 5 من الشهر الجاري وتستمر حتى 25 من الشهر المقبل. طبعا يرحم الفقيد بالزبط. طبعا اكيد عندك تعليق، احنا امبارح كمان تحدثنا عن يعني هذه الذكرى تحديدا. صح، طبعا بنشكر علي خلف على هذا التقرير. ويعني المشير حابس المجالي من يعني اهالي الكرك، اهل الهية، وهو ولد اصلا بالهية هنا بال 1910، وكانت والدته موجوده بسجون الاتراك، هي ست بندر، وايضا كانت معها مشخص المجالي، وهما يعني زوجات شيوخ وجهاء عشائر بالكرك. يعني كان هو ولد عشان هيك سموه حابس، لانه ولد بالسجن يعني مع والدته. طبعا وكمل دراسته في مدينه السلط في مدرسه السلط الثانويه، كعادتها دائما هذه المدينه يعني تخرج دائما مهمة. صحيح من خلال مدرسه السلط الثانويه رجالات الدوله، وهو من الرجالات الاوائل بالاردن اللي كان بالفعل همهم على الوطن، همهم على حمايه هذا الوطن والعرش والهاشميين بشكل عام. فالله يرحم حابس المجالي اللي ما رح ننساه، لأنه هو بالفعل ظاهرة كانت بالجيش الأردني، وقديش يذكر لحتى اليوم من الاحتلال الإسرائيلي لما بالطرون بالطرون وباب الواد والقدس، كانوا إسرائيل بدها توقف وهو مش راضي يوقف، ولهم ما منوقف، لازم هذه حقوقنا وأرضنا، هاي الأرض المغتصبة إلنا إحنا، فخلونا إحنا ندافع عنها. فتحية لروح المشير حابس المجالي.